صباح النور. نبدأ بأخبارنا الرياضية. فعاليات الجولة 22 من بطولة الرابطة المحترفة لكرة القدم. جولة كان فيها المستفيد الأول هو الترجي الرياضي اللي تمكن من تعميق الفارق ليوصلوا على ملاحقيه بعد فوزه في مقابلة الدربي على غريمه التقليدي النادي الإفريقي بهدفين مقابل صفر أهداف خليل شمام وهيثم الجويني، في مقابل تعثر كل من النجم الساحلي اللي اكتفى بالتعادل على أرضية ميدانه أمام الملعب التونسي بنتيجة 0-0، والنادي الصفاقسي اللي عجز على العودة بنقاط الانتصار وتعادل بهدفين مقابل هدفين أمام الاتحاد المنستيري. لقطة الجولة ولا بالأحرى لقطات الجولة جونا من رادس وين دار لقاء الدربي واللي كرويا كان مستواه دون المتوسط، لكن بالطبيعة وكما جرت العادة ماتش الدربي ما كانش يشبه الماتش كورة قد ما كان يقرب لحاجة أخرى. لا خويا هذه رينك بلاش حبل ورطة يا خيالي، فوضى عنف كلام على كل لون يا كريمة حسيله مهزلة، الهذلي والعكاش كفوف ودماغات، القرب كل درجين يعمل عملة، هذا مرفق لاخر مقص، واحد عفصله على ساق وديما يمشي عطيها وضع الإزبهلال، سيلم هذ باللي 6 شهور التالي ضرب بولي زرق له عينه، حاشاكم بزق على القربي اللي كيعاته كان يبروفوكي في الناس الكل، الذوادي ولا عاطي على حمل همامي ماتش كامل هو يجري ورا الربيتر مو عاجبه حتى شيء، والمهزلة الكبيرة جات من سي حمزة العقربي لاعب الإفريقي اللي بعد الماتش هادد على البوليسية ويضرب في عون من أعوان الأمن اللي كانوا يحميوه في الحكم. المهزلة الأخيرة كان تصرف جماهير الفيراج من أحباء الترجي واللي قاموا بأعمال تخريب وتكسير المنشآت الملعب بسبب قيام أعوان الأمن بإلقاء القبض على محب من الترجي كان نزل أرضية الملعب بعد أعلان الحكم على نهاية المقابلة. على أساس السيد كهبط لتيران يلزم البوليسية شربوا حويجة وكان لزم يعطيه جائزة سبايدرمان المثالي. حسيلو زايد التعليق خاطر في كل مرة تتعاود المهازل وحد ما يتعاقب وترجع جوارات تترينة، وما كذبش الكابتن خالد حسني كي قال بطلوا الكرة ارحلوا وكفانا. ديما مع النادي الإفريقي قام اللاعب السابق الإفريقي ونجم المنتخب الوطني خالد التويتي بتصريح صحفي حكى فيه على وضعية النادي الإفريقي الحالية، وقال أنه من غير المقبول أنه فريق في عراقة النادي الإفريقي وبالقاعدة الجماهيرية اللي يملكها يفوز بلقب واحد تيلة 10 سنوات، وأرجع هذا الفشل لهيئات المديرة السابقة في توفير موارد مالية قارة للفريق. وفي سؤاله على الأزمة اللي مر بها الإفريقي بالرغم من تواجد رئيس في حجم السيد سليم الرياحي بالإمكانيات المادية الضخمة اللي يملكها، قال خالد التويتي أنه صعب باش ينجح شخص في ميدان ما يفهموش، فما بالك بشكون يسير أمور جمعية في حجم الإفريقي عن طريق سكايب. مش صحيح الكلام اللي تقول فيه يا خالد، الدليل أنه في سليم الرياحي بداها بالسياسة اللي ما يفهم فيها شيء وحزب تو صرف أكثر من 30 مليار وجاب معاه منجي بحر وشكري الواعر تقول عنده تكوير قبل شقان الفتر، وفي الأخر جاب كرسي في الوقت اللي أغلى كرسي في تونس يتكلف 2000، وهذا في أغلى حانوت متاع كراء لوازم الأفراح، غير سي سليم كان يعيش البرة وما عنده حتى فكرة. السيد كيشد الجمعية كانت ناقصة أفونسون تربرك يا أخي، سي سليم شري 20 ديفونسور وجوار مليو تيران وتقولي ما يعرفش يسير، أما تقولي باركونتر كيفاش يسير جمعية بسكايب هون يقول لك غلط. وين المشكلة يا أخي، ما عندكش فكرة على السيد هذا؟ حتى أنا متردد مش عارف والله، متردد أمس نتحكي مع أم سامي يعني متردد، ما أقدر حتى نشمي حاسب متردد، هل أسكن وأعمل في قصر قرطاج أم لا؟ أما خلي قصر قرطاج متحف أو خليه لهيئة أخرى أو نخليه لبعض الهيئات الوطنية جديدة متاع حقوق الإنسان وغيرها وأكون قريب من الناس في العاصمة. هاك تشوف الهاشمي الحامدي كان يحكي مع أم سامي بسكايب ومتردد، هو سير باش يشد رئيس جوست ما عرفش يسكن في كارتاج ولا يقرب للناس في العاصمة. بجاه ربي يا سي الهاشمي بربي حاول تبعد على قد ما تقدر وما تقربش، شوف كان لازم عيش حتى في أستراليا أعمل غادي شريكة متاع كونغورو وتصرف مكزعين في العاملات، سيبها بلاتك وبعدنا وقتنا برك. هو ذاك اللي مازال عاد مع الشيء اللي نعانيو فيه والسياسيين اللي عنا واحد يرقد يقوم يسمع سي الحامدي يرجع وشد رئيس. أنا ناقص يا أخويا الهلومة دي كلها طلع انت كمان. هاي سي الحامدي بربي كانت حب تونس شد لندرة، وكل مرة هبتلنا فيديو كيما الاخراني اللي غنيت فيه عندي دبي بيا محلاه نعملوا به ضحكة لا اكثر ولا اقل، خاطر بطبيعتها البلاد تبقبق تكمل تشد انتي تولي ما عاد ينفع فيها حتى حل. نمشي والقطر وبالتحديد فريق السيلية القطري اللي دربه تونسي سامي ترابلسي، وين اشتد الخلاف مؤخرا على اثر احدى المواجهات الرسميه لنادي سيلية بين مساعد سامي ترابلسي ولاعب الملعب التونسي سابقا هشام نسيبي ومدرب الحراس في فريق السيلية زاده اللي هو التونسي هشام الجزيري. حادثه بدات بالتلاسن فوق ارضيه الملعب وفات بطرح ستريت فايتر في الباركينج. سيبريس ليل الجزيري وجون كلود نسيبي قعدوا اكثر من ربع ساعه يتعاركوا والبنيه تخبط حتى دخلوا العباد بما فيهم الامن القطري باش
يحفظ العركة بين زوز التوانسة. أنا توسي من البلدان رفع راسي. شنو رفع راسي يا معلم؟ تيكي تبع جماعة الكورة الواحد يلزم يعيش 24 ساعة عطيها وضع النعامة وغارس راسه في القاعة، وحتى في الليل كي يجي يرقد يلزم يبدل يعطيها وقتها وضع الفكرون ويشوف حاجة يدخل فيها راس ويدخل فيها بكل. أما الحمد لله ما فماش كان الكورجية في تونس ولا رانا ولينا منعوتين بصبع، وصدقوني الواحد يقول الحمد لله اللي الأمور ماشية في السيلية. وسامي طرابلسي بكلمة خلى الحكاية تتفض وما توصلش لمواصلها، أما كان جات الأمور مش هي وجماعة السيلية يحبوا يجيبوهم على برا من غير لا يدفعوا غرامة، راهم عدوها لهم إرهاب في الباركينج العام وبعثوهم ورا الشمس وترسينا نلوجوا عليهم بالفتاشة. وكان جماعة اللي في طيارة ماليزيا تليفوناتهم مازالوا ينقزوا هذا موضح حبيبك وانسى هواه. كيما الإعلامي اللي شادينه توا عامين، ربي إن شاء الله يفرج عليه. حاسيلو أخبار الكورة الخايبة ولات بصف، وفي وسائلنا الإعلامية عاملة زحمة، وبربي يشوفوا لي اسم السيد اللي قال التونسي للتونسي رحمة. نكملوا بالأخبار الأخر، وينأكد حارس الإفريقي السابق واحد من أحسن الحراس اللي أنجبتهم كرة القدم التونسية سليم بن عثمان أنه فقد البصر بصفة كاملة منذ ما يقارب أكثر من شهر بسبب تداعيات الإصابة اللي تعرض لها على مستوى العين اليسرى واللي كان لها مضاعفات كبيرة خلاته يفقد البصر بصفة كلية. إصابة أكد سليم بن عثمان أنه تعرض لها خلال تدريب الحراس المنتخب عام 2009، وقال أنه كل أعضاء الجامعة وعلى رأسهم السيد وديع الجري كانوا على علم بالحادثة، إلا أنهم رفضوا التكفل بمصاريف العلاج وتنكروا لسليم بن عثمان لدرجة أنه سي وديع الجري رفض حتى محادثته عبر الهاتف. كمل يا وديع، كمل يا سي وديع واعمل كيما تحب، خلي الراجل هكاك ما تداويهش واصرف فلوس الجامعة باش تهز في كل ماتش المشجعين اللي يعجبوك، خليهم يحوسوا ويتفرهدوا ويدوروا العالم ويعملوا لنا العار. أما زيد كلامك معلي ما يفهمكش يقصر في العمار. نداء لكبارات الإفريقي ورئيس الإفريقي الحالي السيد سليم الريحي باش يقفوا مع ابن النادي سليم بن عثمان ويعاونوه على تجاوز الأزمة اللي هو فيها. إن شاء الله ربي يشفي سليم بن عثمان وإن شاء الله ربي يشفيه. أخبارنا الرياضية لليوم وفات، نتقابل إن شاء الله غدوة ديما على إيه إف إم وفز تسمع العزة.